الدولة اختارت وعن قصد انه تجيب انها تخلق احتقان اجتماعي واللي هي اللي كتحمل فيه المسؤولية الان ديال ما يسمى بالهدر المدرسي وما يسمى بضياع الزمن المدرسي تتحمله الدولة لانه باش غنقول لكم هادشي ماشي صدفة ليس بصدفة نهائيا انه خرج النظام الاساسي المتعلق بنساء ورجال التعليم مع انعقاد المؤتمر الثنائي للبنك الدولي وللبنك العالمي وصندوق النقد الدولي. وبالتالي ليس صدفة ان يكون عراب والمخاطب في هذا المؤتمر هذا اللي تحرك على جميع الأصعدة هو وزير التعليم، ليس بصفته وزير التعليم ولكن بصفته مسؤولا على تدبير ما يسمى سميتو عليه البرنامج التنموي. البرنامج التنموي في الدعامات ديالو الأساسية، الدعامات ديالو الأساسية يستند على تصور ديال صندوق النقد والبنك العالمي. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه لشنا الخطة الاستراتيجية اللي رسم البنك الدولي فيما يتعلق بالمغرب سنة 2000 كنلقاوه كيركز على واحد المجموعة ديال 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 المفاهيم اللي الهدف ديالها هو تحويل الموظفين العموميين في جميع القطاعات إلى مستخدمين. النقطة الأولى. النقطة الثانية هو تقليص النفقات العمومية بالنسبة لجميع القطاعات الاجتماعية. لماذا؟ لخدمة توازنات الماكرو اقتصادية، معناها لخدمة الدين الخارجي، لأن كنعرفوا المديونية عندها تأثير على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي. النقطة أخرى هو خلق ما يسمى بالهشاشة في مجال التعليم، وعندو كيقترح غتمشيو للصفحة 35 صفحة 32 ديال هذا ما يسمى ديال هذا المخطط ديال المغرب في افق سنة 2040 كيقول لك بالحرف انه الهدف ديال هذا الشيء كامل هو فيما يتعلق بالتعليم كيقول لك اولا هو تعزيز التنافسية التربوية بدعم عروض بديلة. وهذا الشيء ما كنقولوش حنا، كيقولوا البنك العالمي. شنو هي العروض البديلة؟ هي اعتماد سياسة ديال تقشف التعليم، تطبيق الإصلاح المرغوب فيه بدون كلفة مالية، اعتماد إجراءات وتدابير رامية لتخفيض المزيد من الشغيلات التعليمية، اعتمادا على باش ما يسمى بالمعالجة بالصدمات، إضافة أن هذا النظام يقوم تمييزا بين المؤسسات التعليمية ويتقن كاهل المدرس بمهام إضافية ستؤثر على الجودة، ناهيك عن الإجراءات التأديبية التي لا مثيل لها في قوانين العقوبات. ملي كنرجعوا كنلقاو المهام ديال الرجل التعليم محده، ولكن كتجي واحد الماده 67 واقيلا ولا شحال كيقول لك ويمكن للوزاره انها تقلق بمهام اخرى. دونك ولا عندنا هنا عامل كيخدم نقولها عطاش، رجل تعليم ولا عطاش يعمل بالقطعه، كتسمى هذا العمل بالقطعه في القطاع الخاص، فهمتي؟ يعني تعطاش. وبالتالي هذا العقوبات، وخلينا هذه العقوبات اللي كاينه وما كاين، والقانون الجنائي لا اعتقد في هذا النوع من العقوبات. اكبر فصول ديال العقوبات هي في حق نساء ورجال التعليم. كنعرفوا كاينه قاعده قانونيه وقاعده فقهيه، الناس ديال القانون كيعرفوها، قاعده حقوقيه انه لا يمكن التشريع ولا يمكن سن القوانين والمراسم والانظمه الاساسيه لا يمكن سنها، ولكن على أن تكون أحسن من سابقتها وتهدف في اتجاه مصلحات شغيلة سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص. هذا لقيناهم كيضربوا هذه القاعدة القانونية. واش حنا غادي القدام ولا غادي اللور؟ غادي هذا نظام تراجعي. المسألة الثانية أنه ماشي كيضرب فقط الحقوق ديال أحد المكونات ديال المدرسة العمومية، يضرب المدرسة العمومية في الصميم، غادي نحو الخصاصة، غادي نحو التمييز ما بين المؤسسات ما بين المدارس، ما يسمى بداك الشيء راه غادي يجيو ليه المدرسة الرائدة ولا ما، اللي مخصصين لها عشرة المليار ديال الدرهم، وما تحاسبناش على 45 مليار ديال المخطط الاستعجالي
لكل شيء بما فيه المجلس على الحسابات كيقول لك بانه كاين سوء تدبير وسوء تسيير واختلاسات وكذا والى غير ذلك. وفين هي المحاسبه؟ هذيك 45 كنت صرفات حقيقه ما كناش غنوصلوا لهذه الوضعيه هذه اللي واصلين لها. اذا كاين تخريب ديال المدرسه العموميه، كاين تمييز ما بين المجال القروي وما بين المجال الحضاري بواحد الشكل فاضح. وغنجيو غير النسب الاميه غتلقاو بانه داك الشيء كارثي. اذا هذه الملاحظه الاولى اللي بغيت نبين بانه من يتحمل المسؤوليه ماشي رجال التعليم ماشي كذا، ولكن اللي كيتحمل المسؤوليه في هذا الشيء لتمرير مخططات طبقيه الهدف منها زرع الشك في المدرسه العموميه. وهذا الشيء ينسجم والشعار ديالنا المدرسه المغربيه تحتضر، هذا الشيء راه عام راه ماشي على المدرسه المغرب المدرسه العموميه تحتضر لفائده توصيات واملاءات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ولفائده القطاع الخاص ولفائده الشركات المتعدده الاستيطان. يقول لي انا التعلم في البيت، كي غندير التعلم في البيت؟ وحنا كنعرفوا بالهو ما يسمى بالهو التكنولوجيا، وكنعرفوا بان التعليم عن بعد فاشل فشلا ذريعا في سنتين دراسيتين ديال كوفيد، وبالتالي لا يمكن تطبيقه، ما عندناش ليه البنيه لا التكنولوجيا ولا الاطر المؤهله ولا زائد العالم القروي معزول وما لقاش ما ياكل الخبز. غتقول ليه انت الانترنت وغتقول ليه التعليم عن بعد وغتقول ليه ما فهمتش انا. ثانيا هذه المدرسه الرائده كيهضروا عليها في بعض الاحياء داخل المجال الحضاري، هذوك الوليدات ما منحقهمش تكون عندهم مدرسه رائده، ما منحقهمش يقراوا في الشروط اللي في العالم القروي في الاحياء المهمشه، ما منحقهمش شروط مناسبه وملائمه للتعلم والاكتساب المهارات.